قدوميها قبل كاتوغرير محمد عبد الله إبراهيم فوقه وشير شرائط كوخة في حرونة مواملك قبل كاتوغرير أيام مانتا مقعبي قدد قمان قابد حسك استيدي تومن كمي قبل كاتوغرير واسند قردي لبي صدناد سيدو كلا قدوميه وحو برشلة قبل كاتوغرير وقوب باقي إن أي مالين تاسي سيوين وغيب قاتا مانتا تاروخ تهي أفرت بشا شناد لبادو كون يصدح لباتن وحان ان aan ku dhawaaqayaa gudigii qabanqaabada ee 18 May inagoo ka duuleyna muhiimadda ay maalintaas leedahay ee qaranka u leedahay iyo taariikhda ay ku sugan tahay ee bismillaahir rahmaan rahiim ujeedo magacaabid gudiga qabanqaabada 18 May waxaan magacaabay gudiga qabanqaabada xuska 18 May gudidaas oo ka kooban 12 xubnood كو عبد محمد عيسى حقيها فرينتا قبل كتقدر أهنا قدوميها قديقة قبل قابضة استي تبان كمي لبا مختار عبد محمود بارير قدوميك حين كدق مدى برعو أهنا قدوميك حين كقديقة قبل قابضة استي تبان كمي عبد محمد إسماعيل يسدوها وزارة جناسية قبل كتقدر أفر سعيد سليمان نور يسدوها وزارة ورفافينتا قبل كتقدر شن سليمان محمد محمود يسدوها وزارة المالية قبل كتقدر لح إبراهيم دقالة محمود يسدوها وزارة وحبر الشدة قبل كتقدر تضبع سكرية عبد حكيم محمد قدوميها محتك شقالها دولة قبل كتقدر قبل هذا بري سديد إسماعيل اسمهان شامع تنك قدوميها أورك النو سقال عبد القني عبد الله أحمد حلبانك قلها الديجانك كم إذا طبعاً فرحان علم عالٍ حلبان قلها الديجانك كم إذا كوبي طبعاً مبارك يوسف علمي أجس حلبان قلها الديجانك سدا سدرتيت وحن إذن لا سعوتين يا دمان حمنها كرك حسن إن أن أمك عابي قدك قبل قابضة حسك سديه تبان كمي سنة جوردا لبي صدناد يكسو وريكتي إن أساسكي سومالي لان ee laga dhawaaqay ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaan halkan uga dirayaa fariin bulshada xariirta ah ee sharafta badan ee ku nool gobolka Togdheer ee sidii wanaagsaneed ee qiimaha lahayd ay u weynayn jireen u xusi jireen maalintan qiimaha iyo qadarinta ay ku leh inay u sameeyaan dhammaan xarumaha dawladda xarumaha ganacsiga intaba waxa la farayaa إن أي كموجيان أستامه قرنك هذين نقطة علنك يهذين نقطة أستامها كلا قرنك إن حياتنا إن صلدقه إن لقاقي بقاته وينينتا ما أنت سديد يتمك مي أدي يا دوما سنتين إن شاء الله بلنت إنه حويا ما أنت سديد يتمك مي يو عذره لينكو يقان رير برعو رير تقدر أدي يا دوما سنتين شاكر عبد الرحمن أحمد تلفيشن كصاب برعو